اخويا العافيه اللي شنا ماشي الراجل صباح انا عساس انا وكنسمع الانفجارات ديال الترتيق طراق 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 بحال الرعد بحال الرعد كيتكلم كنشوفو العافيه كنشوفو الدخاخن طالعه للجيران والسهل ديال ديك العافيه اللي كثرات بزاف وقراي ديال الغاز وكنسمعو الانفجارات طراق 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 تخلعنا البرمجي كامل خرج عين سبع كامل خرج حي صناعي الناس بزاف تكرسو بزاف الدخان والتقربية مع الربعة وربعة ربعة ونص ديال الصباح بزاف ديال الانفجارات بزاف ديال الانفجارات ديال الترتيق كتسمع براق براق القراي ديال الغاز والقراي ديال الاكسجين والقراي ديال البيدوات والبرامل ساكنة كلهم متفقسو ساكنة خايفين على ولادهم ولاو هربانين من ديورهم طلعوا الفوق الشارع ديال التراموي هربوا خافوا العافية توقع عليهم حتى في ديورهم ربما شي سيركوين ديال الطا وربما العافية تلحق لهم من ولادهم ولا شي كل شيء خاف ولا إله إلا الله محمد رسول الله حنا راه كنطلبوا الله سبحانه وتعالى ما يخيبش لنا الدم ديالنا باش نعيشوا حنا راه كنخافوا على ولادنا وكنخافوا على أحبابنا وكنخافوا حتى على والدينا والجيران ديالنا أنا راه بيننا وبين الله هادشي كامل بيننا وبين الله مشيت وشفت مشيت جوج مرات البومبية ما عرفوش منين يدخلوا الشركة أول حاجة البومبية بغاو يدخلوا الشركة ما عرفوش البوليس ما عرفوش حتى العجر الشوكوليتي اللي كاينين في أراميكس هما اللي بينوا لهم الطريق منين يدخلوا ودخلوا وتا هما قاموا بالعمل ديالهم كنشكرهم بزاف على الموقف ديالهم قاموا بالعمل ديالهم هما الشرطة القضائية حتى الشرطة حتى هما مساكن راهم تعذبوا حسين عوانهم وهذوك الناس اللي خدامين تما كاين حتى هما راه تعذبوا تعذبوا بزاف وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى ما يخيبناش نعيشوا حياتنا معاهم.